بسم الله الرحمن الرحيم. ضربوس يا جماعة بتاع أخونا الأخ بدر ستار. هوس كاست وجيجن أوفر هيد وسبليت بجميع مقاساته. من متر ونص لحد 2 متر 40 كذا مقاس. حاجات كلها حاجات نظيفة، حاجات ما يجيش حتى ايه على تمن شغلها. يعني حاول اقرب لكم على قد ما اقدر اهو عشان اوضح للناس. البوص عامل ازاي؟ بدأ من هنا شغل ما شاء الله، وخامات جميلة جدا، كعب معدن البوصة التانية. في حاجات مكتوب عليها وحاجات مش مكتوب عليها. شكل البوصة عامل ازاي؟ دي بوست كاست من متر 40 دي كاست برضو، من متر 40 شغل البوس عامل ازاي؟ يعني انا مستغرب
دي بوصة تمنها 120 جنيه. شوف بص شكلها عامل ازاي، خام الكربون بتاعها عامل ازاي، الدبلة يعني فينش، شغل ما يجيش على الفينش بتاعه يعني. كله شغل جديد. كل شغل ما شاء الله يعني، اوفر هيد بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. طبعا بحاول على قد ما اقدر اجيب لكم كل التفاصيل اللي مكتوبة على البوصة. كعب البوصة من تحت، ما شاء الله يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. شكل البوصة دي اوفر هيد جيجن، دي بوصة جيجن اوفر هيد. شوف جمال البوصة، شكلها، منظرها، بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله، ما شاء الله. بوصة جيجن اوفر هيد،
يا رب اكون قدرت اوضح. عشان طبعا هيعجب ناس ومش هيعجب ناس يعني، اكيد يعني. فاللي عايز ماركات ب 2000 وب 3000 وب 1000 وبتاع موجود، اما اللي عايز حاجة برضو ماركات حاجات نظيفة ونفس المتانة ونفس القوة، طبعا دي حاجة ما تتعوضش، فرصة مش هتتعوض تاني. انا عن نفسي خدت منهم كمية اللي انتوا شايفينها قدامكم دي، كل ده كده حاجات نوادر مش هتتعوض تاني، وربنا يرزق اللي هياخد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.